هو الناصح للحارس، او هو اللي بيديله بعض النصايح اللي تنفع يعني، حتى موافقته في الاخر على اللي حصل، على انه قلت لك احنا كنا في الاخر يعني. فدي من ناحيه. من ناحيه ثانيه بقى، انا ليا يعني وجهه نظر في موضوع الفيلم او قصه الفيلم. لفت انتباهي جدا هي ملكيه الحاجات يعني، ملكيه عقار، ملكيه ارض، ملكيه في فعلا ملكيات كثيره ضايعه بالشكل دوت، موجوده في مصر. وحتى لما بيجي مثلا موظف الحي وهو بيتكلم مع الحارس على انه هو صاحب العقار، صاحب البيت، صاحب المكان يعني. فدي نقطة مهمة جدا أنا شايفها يعني لفتة انتباهي في الفيلم.